عزاء طلبة الصف الخامس علمي عندنا سؤال على الاستمرارية، يقول اف اوف الاكس او اكس تربيع زائد 5 عندما اكس اكبر او تساوي 2، واف اوف الاكس يساوي اي اكس زائد 1 عندما الاكس اقل من 2. هاي الدالة بالسؤال ايش قايل؟ اذا كانت دالة قابل للاشتقاق عند اكس يساوي 2 فجد قيمة اي. هنا بما ان الدالة الحل بما ان الدالة قابلة للاشتقاق، اذا هي قابلة، اذا الدالة مستمرة، وبالتالي الغاية من اليمين تساوي الغاية من اليسار. الغاية من اليمين هاي اللي هي اقل من الغاية من اليسار اللي هي اقل من 2، والغاية من اليمين اكس تربيع زائد 5 نساويهن ونقربهن الى 2، وبالتالي مكان اكس نخلي 2 راح يصير عندنا اي 2 زائد 1 يساوي لنا، العفو هنا اي 2، نعم اي 2 زائد 1 يساوي لنا اكس تربيع زائد 5 مكان اكس تربيع خلي 2، فراح يصير 2 تربيع زائد 5. 2 تربيع معناها 4 تنجمع ويا 5 تصير 9، وهنا 2 تنضرب بالاي وندور الواحد يم 9 ننقص يصير 2 اي يساوي 8، اذا اي شيء يساوي 4. وشكرا لكم.